لو كان مقلب او لو انت بتعمل فينا مقلب هتشمح وشك. دلوقتي يا جدعان هنفتح حاجه بتتحرك. هو اللي تعب، هو اللي اتضايق، هو كان اللي مجنني، كان واخد علي مني، كان العنوان مني. السلام عليكم وبدايه فيديو جديد. طب يا جدعان قبل ما نبتدي الفيديو اعملوا لايك للفيديو ده واعملوا سبسكرايب للقناه. عايزين يا جدعان نوصل الفيديو ده ل 20,000 لايك او 10,000 لايك كده، مش هتخسر حاجه يعني لو عملت لايك للفيديو. معايا يا جدعان في الفيديو بتاع النهارده بيسو اخواتنا وحبايبنا. يا جدعان والله العظيم انا متحمس للفيديو بتاع النهارده. طب يا جدعان بس انتوا وصلوا الفيديو ده ل 10,000 لايك. طب يا جدعان المفروض ان في واحد كلمني وتواصل معايا قال لي انا جايب لكم هديه، قال لي بس ما تفتحهاش غير وانت بتصوروا بتصور. والله العظيم انا فتحت الكاميرا اول ما قال لي كده انا مش عارف باين عليها في حاجه بتتحرك، في حاجه عليها تقيله. طب يا جدعان المفروض ان احنا دلوقتي هنفتح سوا، بس الله اعلم لو كان مقلب او لو انت بتعمل فينا مقلب هتشمح وشك. دلوقتي يا جدعان هنفتح حاجه بتتحرك. طب يا جدعان دلوقتي هنكتشف ايه؟ قرب 3 2 1 استنى هات كده المقص. خد من عندك كده. اما لو انت بتستصرف او بتعمل مقلب بتاعت ايه؟ استنى سريتو في صندوق كمان جوه شنطة. استنى نشوف فين في حاطط فيها فلوس. شنطة فاضية. شنطة ما فيهاش ايه؟ هو ايه ده؟ طيب ثانية الله 3 طب انت كبيرة الاول، انت كبيرة ده معقولة يا لازم انت تفتح. طب ايه ده؟ حسيت المقص كده. طيب عن العيلة دي بس كده ممكن يكون العيلة يا رب بقى يكون اللي في دماغك. هي كده احنا اكتشفنا ان هي هدية مش ما اوعى 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 وانا اعمل ايه؟ بالراحة يا ابني بالراحة يا ابني. كرتون انا هو اللحظه المنتظره 3 2 استنى بقى. هو اللي تعب، هو اللي اتضايق، هو كان اللي مجنني، كان واخد علي مني، كان العنوان مني. استاذ العالم وربنا انت قلبي، احب اشكرك انت قلبي واقسم بالله. تعالى اعملوا لايك للفيديو ده واشتركوا في القناه. البتاع ده المفروض ان البتاع ده جه ازاي؟ المفروض يا جدعان ان واحد كان متابعنا تواصل معانا، ان هو تواصل معانا على الانستجرام ثلاث واحد بيسو توينز ثلاث واحد وقال لنا لو مش متابعنا هناك روحوا اعملوا لنا فولو وقال لنا انا عامل لكم هديه كده صغيره بمناسبه ال 100,000. فالمفروض ان احنا تواصلنا معاه وقلنا له بلاش تتعب نفسك وبتاع، بس هو قرر والله العظيم واصر ان هو يجيبه لنا. فالمفروض يا جدعان ان احنا تواصلنا معاه وما بنرضاش ان احنا يعني نرفض الهديه منه. وان شاء الله في مثل كده بيتقال يعني قدم السبت هتلاقي الحد، هو قدم السبت يا جدعان انتظر بقى الحد. اعملوا لايك للفيديو ده واحب بشكرك اللي انت بعت لنا البتاع ده والله العظيم. انت بعته اللي هو النوع الاتش بي اللي هو من غالي يعني صرفه مكمل نوع حلو نوع نضيف. احب اشكرك يا حبيب قلبي على اللابتوب ده وان شاء الله هي مقبوله وتسلم ايدك. انت كده قدمت لنا السبت، انتظر بقى الحل. انتظر. بصوا يا جدعان لا ده مش باعت اللي هو اللاب بس، ده باع. بصوا يا جدعان باعت سماعه جدعان برضه الشحن بتاعه سماعه. ايوه امن الدنيا كده الشحن بتاعه. انا كنت متوقع ان هو باعت عامل مقلب طالما قال لي صور. اصل لما حد بيكلمني ليه صور تي بيبقى في نصيبه الشنطه والله زي ما الدرع اتسرق والحوارات بتاعتي. والله العظيم انا كنت بفكر اصلا ان انا اجيب لاب والله العظيم يعني ده انا بقى انا همنتج من عليه يعني انا اللي بمنتج الفيديوهات اصلا انا وهو يعني يا جدعان ده هيساعدنا في المونتاج برضه وهتلاقوا في تطوير في المونتاج وهنخرب لكم يعني الدنيا الايام اللي جايه. انتظروا فيديوهات موت الموت نشوفكم الفيديو الجاي. سلام.